أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عظم الله أجورنا وأجوركم. ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: حسين مني وأنا من حسين. هذه الكلمة التي حاول كثير من العلماء والمفكرين تحليل مضامين هذه الكلمة العظيمة، حسين مني وأنا من حسين، فكان مما قالوا أن من معانيها أن حسين مني، وهو معلوم أن الحسين بكل وجوده وفكره وحركته وجهاده هو من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن وأنا من حسين هذه التي حيرت العلماء ما هو المعنى. فقيل أن الإسلام محمدي الوجود، حسيني البقاء، أو حسيني الخلود. نعم، كان الإمام الحسين عليه السلام يجسد رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بكل معانيها ومضامينها وأفكارها وشعاراتها ومبادئها وقيمها وفضائلها، ولذلك كان هذا الإسلام في معرض الخطر والضياع والاندثار لولا تلك النهضة وتلك الثورة وتلك التضحية التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام. طبعا الحديث عن ثورة الإمام الحسين ونحن لازلنا نعيش في أيام محرم، وأيضا نحن على أبواب مناسبة أخرى أيضا مرتبطة بعاشوراء، ألا وهي ذكرى وفاة وشهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، الذي كان له دور كبير أيضا في توصيل رسالة الإمام الحسين ونقل تلك مبادئ تلك الثورة وشعارات تلك الثورة إلى العالم. فهو لحكمة إلهية كان موجودا ولكنه لم يستشهد بسبب مرضه، وأن الله سبحانه وتعالى رفع عنه التكليف حتى يكون له دور مكمل لهذه الثورة فينقل ما جرى وينقل الأحداث وينقل تلك الشعارات. من الملاحظات المهمة التي يلاحظها أي دارس منصف لثورة الإمام الحسين عليه السلام أن هذه الثورة تميزت بإنسانيتها، بشعاراتها، بعواطفها، بأحداثها، كانت إنسانية. الشعارات التي أطلقها الإمام الحسين كانت شعارات إنسانية، تجاوزت المذهبية، تجاوزت الأديان، تجاوزت وإنما انفتحت على الإنسانية بكل آفاقها. ولذلك هذه الثورة كل من قرأها حتى من الأديان المختلفة تعلق بهذه الثورة، لأنه وجد الإنسان، وجد نفسه كإنسان شريك بهذه الثورة وبفكر هذه الثورة ومبادئ هذه الثورة. ولذلك يحدثنا في هذه الليلة إن شاء الله أستاذ كريم وأخ عزيز، فضيلة الدكتور طلال خليفة العبيدي، أستاذ أكاديمي وإعلامي، أستاذ الأدب العربي في جامعة بغداد، وله برامج في قنوات تلفزيونية عديدة في الفكر والتاريخ الإسلامي والأدب العربي. يشرفنا أن يشاركنا في هذه الليلة إن شاء الله للحديث حول الحوار الإنساني عند الإمام الحسين عليه، أو الحوار الحضاري عند الإمام الحسين في نهضة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله بعد محاضرة الدكتور ستكون هناك مشاركة للأخ العزيز القارئ والمنشد الملا حيدر الكعبي، وهو أيضا من العراق من البصرة، يشاركنا برثاء للإمام زين العابدين، لأننا على أبواب شهادة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أدعو فضيلة الدكتور لإلقاء كلمته إن شاء الله، لا بأس أن نعزيه أيضا بوفاة أخيه الأستاذ سعد العبيدي الذي توفي قبل أسابيع، أظنه أيضا جراء هذا الوباء حسب ظني أو لسبب آخر، فنعزيه عظم الله لكم الأجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته إن شاء الله. ولا بأس قبل أن نبدأ نقرأ لروحه الطاهرة ولأرواح
من مضى بهذا الوباء وبهذه الأمراض لشهداء الإسلام جميعا، للعلماء أيضا. نقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، سيدي يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتشرف أن أكون من ضمن هذه المجموعة المباركة لإلقاء بحث يخص إمامنا الحسين عليه السلام. وقبل أن أبدأ بالبحث، أعزيكم بقرب شهادة سيدنا مولانا إمامنا السجاد زين العابدين عليه السلام التي ستحل قريبا علينا، فنعزي إمامنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، ونعزيكم ونعزي المؤمنين والمسلمين في كل مكان بهذه المناسبة الأليمة ذكرى شهادة إمامنا السجاد عليه السلام. البحث عنوان الحوار الحضاري في القرآن الكريم، وهو المحاضرة بهذا العنوان، وهي جزء من بحث كنت قد ألقيته في مهرجان ربيع الشهادة 12، كنت قد اشتركت فيه في مسابقة مهرجان ربيع الشهادة البحثية التي اشترك فيها 75 باحثا من العراق ومن أكثر دول العالم، والحمد لله يعني بفضل الله فزت وكرمت من لدن العتبة الحسينية والعتبة العباسية، وألقيته أيضا في مهرجان ربيع الشهادة، وأيضا قدمته في برنامج تلفزيوني أخذ 15 حلقة تلفزيونية على قناة كربلاء الفضائية. هذه المحاضرة هي جزء من هذا البحث. المتأمل في كلمات الإمام الحسين عفوا دكتور، الصوت المايك لا تفضل. واضح الصوت؟ نجد أن الحسين يوظف الحوار الحضاري في حواره مع أهل بيته ومع أصحابه، بل حتى مع أعدائه. وقبل أن أبدأ في البحث، لابد أن نعرف أنواع الحوار. الحوار بحسب المختصين هناك أربعة أنواع للحوار. النوع الأول هو يسمى بالحوار التعليمي، وهو الحوار الذي يدور بين المعلم والمتعلم. والنوع الثاني هو الحوار الجدلي، هو الحوار القائم على الرأي والرأي الآخر ورد الدليل بالدليل والشبهة بالشبهة، إلى حين الوصول إلى مساحة مشتركة ما بين المتحاورين، أو حتى في حالة عدم الوصول يفترق المتحاوران من دون يعني زعل فيما بينهم، من دون إشكال. النوع الثالث، وهو مع الأسف النوع السائد في مجتمعاتنا ولا سيما في المجتمعات الشرقية، هو الحوار السجالي، وهو الحوار القائم أيضا على الرأي والرأي الآخر ورد الدليل بالدليل والشبهة بالشبهة، لكن دون الوصول إلى مساحة مشتركة ما بين المتحاورين حتى تصل النوبة إلى الصياح والسب والشتم واللعن والضرب، كما نجد في بعض الحوارات وكما نجد في بعض الحواريات التي نشاهدها على في برنامج اتجاه المعاكس أو غيره من هذه البرامج، تنتهي الحوارية بمعركة أو عركة ما بين الطرفين. النوع الرابع والمهم هو الحوار الحضاري. الحوار الحضاري هو الحوار القائم على احترام الآخر واحتواء الآخر والسعي إلى إفهام الآخر حقيقة الأمور دون اللجوء إلى التعنيف ودون اللجوء إلى هذه الأمور التي ذكرناها في أنواع الحوار. من ثم الآن عرفنا أنواع الحوار التعليمي
والحوار الجدلي والحوار السجالي والحوار الحضاري. دائما كنت أرى فرقا واضحا ما بين الخطبة الأولى للإمام الحسين في يوم عاشوراء والخطبة الثانية. هناك فارق كبير ما بين الخطبتين. الخطبة الأولى كلها عبارة عن حوار حضاري، وفي جزء منها هي حوار جدلي، في حين أن الخطبة الثانية نجد أن الإمام الحسين يعنف القوم ويفضحهم ويبين سوء أخلاقهم ويبين كفرهم وصلفهم وعنادهم، فينتقل إلى الحوار السجالي. هذا التغير طبعا هذا نسميه في الأسلوبيات الحديثة، في الدراسات اللغوية الحديثة، المنهج الأسلوبي أو ما يسمى بالستايلستكس، نسميه بالمغايرة الأسلوبية. هناك تغاير أسلوبي ما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. أنا سأركز فقط على الخطبة الأولى على اعتبار أنها في أغلبها حوار حضاري، وفي قسم منها هي حوار جدلي. قبل الخطبة الأولى نجد أن الإمام الحسين يستعمل الحوار الحضاري في أكثر من موقف، مع أهل بيته، في منازل الطريق، في المدينة، في مكة، في منازل الطريق يوظف الحوار الحضاري مع أهل بيته، مع أصحابه، بل حتى مع أعدائه. مثل واحد من الأمثلة: في منازل الطريق حينما وصل الإمام الحسين إلى منطقة البيضة في الطريق بعد شراف، وفي شراف التقى بالحر الرياح. حينما وصل إلى البيضة تقول الروايات التاريخية ويقول أرباب المقاتل إنه خطب بالحر وجيشه وبدأ يبين لهم حقيقة الأمور، وكذلك في شراف أيضا بين لهم حقيقة الأمور بحوار حضاري، أنه أنا لم أتي إلى هذا المكان إلا حينما أتتني كتبكم وجاءت بها رسلكم لكي آتيكم إلى العراق إلى الكوفة. في خطبته في البيضة هناك جملة رائعة يقولها الإمام الحسين في وسط الخطبة، يقول: فأنا الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم ولكم في أسوة. العجيب، هؤلاء جاءوا لحصاره، جاءوا ليحاصروه وليجعجعوا به، لكن مع ذلك يحاورهم بهذا الحوار الحضاري، بهذا التواضع الكبير من شخصية عظيمة كالإمام الحسين، ويقول لهم: فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله، نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم ولكم في أسوة. هذه مقدمة. الآن نأتي إلى الخطبة الأولى في يوم عاشوراء. يروي أرباب المقاتل ويروي سيد المقرن في مقتله الخطبة الأولى والخطبة الثانية. الخطبة الأولى في أغلبها حوار حضاري. نجد أن الإمام الحسين عليه السلام يبدأها بقوله: أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وفي الرواية: بما يحق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قوا إلي ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح. هذه الفقرة الأولى من الخطبة بعد أن حمد الله وأثنى عليه. هذه الفقرة الأولى. لنأتي ونوظف المنهج الأسلوبي في التحليل اللغوي وكذلك المنهج السيميائي. المنهج الأسلوبي يسمى بالستايلستكس، والمنهج السيميائي يسمى بالسيميوتيك في المدرسة الأمريكية وبالسيميولوجي في المدرسة الفرنسية. ونجد أن الإمام الحسين كيف حاور هؤلاء الناس الذين جاءوا لقتله في اليوم العاشر من المحرم. أرجو أن نلتفت ونلاحظ أن هذا الحديث، هذا الكلام في اليوم العاشر من المحرم بعد أن حوصر في كربلاء في هذه الأيام، وبعد أن منع عنه الماء والطعام، وبعد أن فعل القوم ما فعلوا، بعد كل ذلك يأتي الإمام الحسين
ليحاورهم بهذا الأسلوب الحضاري، الأسلوب المبني على قبول الآخر واحتواء الآخر وبيان حقيقة الأمور للآخر، لأنه لا يريد لهم أن يكونوا في جهنم والعياذ بالله. أراد أن يهديهم، أراد أن يفهمهم حقيقة الأمور، أراد أن يبين لهم سبب مجيئه، أراد أن يبين لهم أنهم على خطأ بوقوفهم مع يزيد ومع ابن زياد وابن سعد ضده سلام الله عليه. وفي كل ذلك نجده الإمام المعصوم الذي له ولاية، وبحكم عصمته وبحكم ولايته هو يسعى إلى هداية الناس جميعا، حتى الذين عطشوه وجوعوه وحاصروه وجاءوا لقتله في اليوم العاشر من المحرم. إذن في قبال هذا الوضع ليس من السهل أن يحاور إنسان إنسانا حوارا حضاريا بهذه الصيغة الحضارية والرائعة التي نجدها عند إمامنا الحسين عليه السلام. يبدأ الخطبة بقوله عليه السلام: أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا. أولا يبدأ بأيها، هنا نداء محذوف، أصل الكلام يا أيها، يا أيها الناس، يا نداء محذوف، أي منادى نكرة، والهال التنبيه، والناس هنا بدل من أيه. إذن يناديهم بقوله أيها الناس، تقديره يا أيها الناس. وهنا لو غير الحسين كان قال لهم أيها الكافرون، يا شيخ آل أبي سفيان كما قال لهم في مكان آخر، أيها الفسقة، أيها المنافقون، أبداً. الإمام الحسين هنا يخاطب إنسانيتهم، يريد أن يفعل جذوة الإنسانية في نفوسهم وفي أرواحهم وفي قلوبهم وفي عقولهم. واللافت أن هذا التركيب أيها الناس الذي تقديره يا أيها الناس يكرره الإمام الحسين في الخطبة أكثر من مرة، وهذا ما نسميه في الأسلوبيات الحديثة بالظاهرة الأسلوبية، لأنها تتكرر أكثر من مرة. لذلك هو سلام الله عليه يقول لهم أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا. هنا يوظف فعل أمر مباشر، اسمعوا قولي ولا تعجلوا، لا ناهية وتعجلوا أيضا، هنا ينهاهم عن العجل. هنا الإمام الحسين يريدهم أن يسمعوه، يريد منهم الاستماع له وعدم العجلة، لأن العجلة من الشيطان. يريدهم أن يفهموه، يريدهم أن اسمعوا قوله، أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا. حتى في اللغة العربية غائية، تفيد نهاية انتهاء الغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر. هنا يقول اسمعوا قولي ولا تعجلوا، لماذا يا أبا عبد الله؟ ما تريد منهم؟ ما تريد من سماعهم وعدم عجلتهم؟ حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. انظروا إلى حقوق الإنسان، أين منظمات حقوق الإنسان اليوم من هذا الكلام؟ حتى أعظكم، إذن الغاية أولاً هو أن يعظهم، اسمعوا قولي ولا تعجلوا، حتى أعظكم بما هو بالذي هو حق لكم علي. وانظروا إلى القيم الحضارية في الحوار وإلى احتواء الآخر، حتى وإن كان كافراً، حتى وإن جاء لقتله، حتى وإن جاء لسفك دمه وهو يعلم أنهم سيقتلونه، لكن مع ذلك يرى لهؤلاء الكافرين، لهؤلاء المنافقين، لأتباع عمر بن سعد ويزيد وابن زياد، يرى لهم حقا عليه، لأنه الإمام المعصوم ذو الولاية. لذلك يقول حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. اليوم أنا أسألكم أخواني، أي إنسان يعطي حقا لعدوه الذي جاء لقتله والذي رفع السيف أو رفع أي نوع من السلاح عليه لكي يقتله؟ لكن الإمام الحسين، انظروا إلى الآليات الحضارية والأسلوب اللغوي الحضاري الذي يوظفه،
في كلامه معهم: اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي. إذن الإمام الحسين يرى حقا لعدوه عليه ولا بد أن يفيه حقه قبل أن يبدأ القتال. حتى أعظكم بما هو حق لكم علي وحتى أعتذر إليكم من مقدمي. حتى تأتي حتى مرة ثانية أيضا لتبين غاية أخرى من غايات الإمام الحسين، سببا آخر من أسباب كلام الإمام الحسين معهم. وحتى أعتذر إليكم من مقدمي، حتى أبين لكم عذر مقدمي. هنا أعتذر بمعنى أبين العذر. وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، بمعنى أنا أبين سبب مجيئي إلى هنا، سبب مجيئي إلى العراق، لأنكم قد لا تعلمون، لأن الماكينة الإعلامية الأموية كانت تسيطر على عقول الناس. وهنا الإمام الحسين يريد أن يفهمهم حقيقة الأمور، فيقول: وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم. هنا الإمام الحسين سلام الله عليه يفتح جملة شرطية: فإن قبلتم عذري. إن أداة شرط، فإن قبلتم عذري. أولا ثلاثة أشياء يذكرها الإمام الحسين في جمل شرطية متتابعة في جملة الشرط: فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي الأمر الثاني، وثالثا أعطيتموني النصف من أنفسكم أو النصف من أنفسكم، يعني الأنصاف. إذن في هذه الجملة الشرطية يطلب منهم ثلاثة أشياء: فإن قبلتم عذري، يعني أقبلوا عذري، وصدقتم قولي ثانيا، صدقوا قولي، وأعطيتموني النصف من أنفسكم، أنصفتموني. ما جواب الشرط؟ انظروا إلى جواب الشرط وانظروا إلى الأسلوب الحضاري الحسيني سلام الله عليك يا أبو عبد الله. جملة جواب الشرط: كنتم بذلك أسعد، كنتم بذلك أسعد. هذه جملة جواب الشرط، جملة الجزاء، وأسعد صيغة تفضيل من السعيد، مثل ما أقول جميل، أجمل، لطيف، ألطف، سعيد، أسعد. وهنا الإمام الحسين يبين لهم إنهم إن قبلوا عذره وسمعوا قوله وأنصفوه فسيكونون بذلك أسعد، وأسعد صيغة تفضيل من السعادة. وأنا أسألكم الآن يا أخواني: هل رأيتم إنسانا في تاريخ البشرية الطويل منذ أبينا آدم إلى هذا اليوم باستثناء الأنبياء والرسل وأهل البيت، هل رأيتم إنسانا يبحث عن سعادة أعدائه؟ هل رأيتم إنسانا يريد أن يسعد أعداءه الذين جاءوا لقتله والذين عطشوه وجوعوه وجعجعوا به؟ الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لهم: كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل. إذن إمامنا الحسين في هذا الجزء من الخطبة، في هذا الحوار الحضاري، يريدهم أن يسمعوه وأن ينصفوه وأن يقبلوا عذره لكي يكونوا سعداء، بل لكي يكونوا أسعد السعداء إن سمعوا قول الإمام وصدقوه وأنصفوه وانتقلوا من طاعة اللعناء وأولاد اللعناء إلى طاعة الإمام الحسين صدق النبي وابن علي والزهراء سلام الله عليهما. اللطيف بالأمر أن الإمام الحسين يعطي خيارات، يوظف أسلوب الشرط بشكل دقيق جدا، يعني مو فقط هنا أعطاهم هذا الخيار ثم يقول: وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم، يعطيهم خيار ثاني، يعني إذا قبلتم عذري كنتم بذلك أسعد، كنتم من أسعد الناس. ثم يعطيهم الخيار الثاني وهو هذا الحوار الحضاري: أن أعطي للطرف الآخر خيارات ولا أعنفه ولا أسبه ولا أشتمه، ولكن أحاول أن أحتويه، أن أحاوره بحوار حضاري، أحتوي الآخر، أقبل الآخر مهما كان انتماؤه، حتى لو كان ضدي، حتى لو جاء لقتلي. هنا الإمام الحسين يعلمنا على هذه الآلية في الحوار.
يريد أن يبين لهم حقيقة الأمور، يريد أن يزحزحهم من النار إلى الجنة كما يقول القرآن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لذلك يعطيهم خيارا آخر، وإن لم تسمعوا قولي ولم تعطوا النصف من أنفسكم، هنا جملة شرط ثانية يقول سلام الله عليه، وإن لم تسمعوا ولم تقبلوا مني العذر، جملة شرطية ثانية، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم، لا قبلتم أعذاري ولا سمعتموني ولا أنصفتموني، ماذا سأفعل؟ لو اليوم داعشي أو واحد متطرف سيقول لهم سأقتلكم سأذبحكم، داعش يقولون سنقطع رقابكم سنرسل لكم المفخخات، في حين أن الإمام الحسين بدقة متناهية سلام الله عليه يقتبس نصين قرآنيين في جواب الشرط، وهذا ما نسميه في النقد الحديث بالتناص. التناص هو تأثر نص بنص، في البلاغة القديمة يسمى بالاقتباس والتضمين، اليوم في المصطلح الحديث يسمى بالتناص، وهو مصطلح جاءت به الناقدة البلغارية المعروفة جوليا كريستيفا. إذن الإمام الحسين يقتبس من القرآن، يتناص من القرآن في جواب الشرط، ويختار آيتين قرآنيتين، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. هذا النص الأول. يكمل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن الحسين سلام الله عليه في جواب الشرط يقتبس نصين قرآنيين، النص الأول هو الآية 71 من سورة يونس، وهو يحكي موقف سيدنا نوح مع قومه، والنص القرآني الثاني هو الآية 96 بعد 100 من سورة الأعراف، وهو يحكي كلام جده الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. الآن السؤال، في التناص وفي التداوليات الحديثة أيضا وفي إشاريات الناس وفي السيميائيات، نسأل لماذا اقتبس الإمام الحسين هذين النصين دون غيرهما من القرآن الكريم؟ لماذا اقتبس هاتين الآيتين ولم يقتبس غيرهما من القرآن الكريم في جواب الشرط؟ يعني هو يقول لهم يعطيهم خيارا ثاني، وإن لم تقبلوا من العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم، جواب الشرط ما هو؟ فأجمعوا أمركم، وهذا كلام سيدنا نوح. وهنا في هذه النصوص نقطة يعني أخرى للفائدة، أثبت من نصوص الإمام الحسين ومن كلمات الإمام الحسين في كتاب الآن قيد الطبع بعنوان سيمياء الدم والموت في النهضة الحسينية وفي بعض برامجي، أن من خلال هذه النصوص نستنتج أن الإمام الحسين وارث الأنبياء. اليوم بعض الأصوات النشاز، بعض أصوات التشكيك والتفكيك والتقوير وفلسفة ما بعد الحداثة التي تشكك في كل شيء، بدأوا يشككون في زيارة وارث. لا، نحن نقول لهم من خلال نصوص الإمام الحسين وكلماته نتيقن أن الإمام الحسين وارث الأنبياء، حتى لو لم تكن زيارة وارث موجودة، بل حتى لو لم تصلنا زيارة وارث، وهذا ما يؤكد حقيقة زيارة وارث. هذه النصوص التي تبين وراثة الحسين للأنبياء سلام الله عليهم وعليه. لذلك هنا يتأثر بموقف سيدنا نوح فيقول لهم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، وهنا يبين لهم أنه غير خائف منهم سلام الله عليه، كما قال سيدنا نوح لقومه هو يقول فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أنا لا أتأثر بتخويفكم وبجعجعتكم وبسيوفكم وبعددكم. ثم ينتقل إلى نص آخر يورده القرآن على لسان جده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن هنا يتأسى بجده الأعظم ويقول أنا ولي الله سبحانه وتعالى وهو يتولى الصالحين وأنا لا أخاف منه. هنا
تنتهي الفقرة الأولى. ننتقل إلى الفقرة الثانية. سماحة الشيخ متى ينتهي الوقت نبهني الله يحفظكم. ثم قال عليه السلام في الفقرة الثانية يقول عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء. في فقرتين يزهدهم بالدنيا سلام الله عليه. وانظروا يا أخواني يا أساتذتي يا أحبابي، انظروا إلى الحوار الحضاري للإمام الحسين، يقول لهم عباد الله اتقوا الله، مع أنهم لم يكونوا عبادا لله، كانوا عبيدا للشيطان، وكانوا عبيدا ليزيد بن معاوية ولعمر بن سعد ولابن سياد، لكنه يخاطبهم بهذا الحوار الحضاري. يقول لهم عباد الله في موردين يقول عباد الله، هنا عباد الله اتقوا الله، وفي نهاية الخطوة يقول عباد الله إني عثت بربي وربكم أن ترجموا. لكنه في الخطبة الثانية التي سيهجم عليهم فيها لأنه لم يفد معهم الحوار الحضاري، حينما يبدأ الخطبة الثانية ويقول لهم تبا لكم أيدها الجماعة وترحى، في الخطبة الثانية سيقول لهم تبا لكم يا عبيد الأمة أو الأمة في رواية ويا شذاذ الأحزاب. لكن في الخطبة الأولى خاطبهم بقوله سلام الله عليه عباد الله اتقوا الله. وهنا أيضا يريد أن يكسبهم. ولا يتصور أحد أن الإمام، البعض الذي لا يفهم الإمام الحسين يتصور أن الإمام الحسين خائف منهم سلام الله عليه أو يريد أن يكسب عطفهم أو ودهم. لا، الإمام الحسين يعلم أنهم سيقتلونه سلام الله عليه، لكن يقيم الحجة ويبين الحوار الحضاري ويريدهم أن يهتدوا، يريدهم أن يرجعوا عن غيهم وضلالهم. فهو كما فعل جده وكما فعل الأنبياء السابق لجده يريد أن يهدي الناس إلى الطريق القويم والصراط المستقيم، يريد أن يقيم عليهم الحجة لكي لا يقال أن هؤلاء كانوا مغرر بهم ولم يقم عليهم أحد الحجة. هنا يقول لهم عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، ويبدأ يزهدهم بالدنيا كما زهد أصحابه بالدنيا حينما دخل كربلاء وقال الناس عبيد الدنيا في اليوم الثاني، وقال الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. هنا في فقرتين يريد أن يزهدهم بالدنيا، عباد الله اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر، فإن الدنيا لو بقيت على أحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء وأولى بالرضا وأرضى بالقضاء. ثم يبدأ يزهدهم بالدنيا في الفقرة التالية أيضا. في الفقرة الثالثة أنتقل سريعا لكي نستثمر الوقت، يقول أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عندي، أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي، أوليس جعفر الطيار عمي، أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق إلى أن يقول سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد. هذه آليات في الحجاج. أيضا في النصيات الحديثة ندرس الحجاج، هو يحاججهم ويوظف آليات متعددة في حجاج القوم. هنا أيضا يبدأ هذه الفقرة وهي الفقرة الرابعة من الخطبة بقوله أيها الناس، ما زال سلام الله عليه مصرا على أن يذكي جذوة إنسانيتهم، ما زال مصرا على خطاب الجانب الإنساني فيهم لأنهم بالنتيجة بشر وناس، لذلك يريد أن يفعل إنسانيتهم. يقول أيها الناس انسبوني من أنا، هنا يحاججهم
بحسبه ونسبه، ويقول انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي. هنا يريد أن يفعل جانب الإنسان عنده، يقول لهم أولا انسبوني من أنا، تعرفون من أنا. ثم يقول سلام الله عليه، هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ هنا يبدأ ببيان نسبه، يعني على متخاف واحد ما يعرف، خاف واحد مشتبه، خاف واحد ما مفهم حقيقة الأمور، يريد أن يفهمهم سلام الله عليه. فيقول لهم ألست ابن بنت نبيكم وألست، أنظر يوظف الاستفهام والنفي، همزة استفهام ولست هي ليس أصلها، مثل ما يوظف القرآن أليس الله بكاف عبده، أليس الله بعزيز بانتقام. هنا توظيف الهمزة الاستفهام والنفي في اللغة العربية يفيد التقرير، تقرير الحقائق، ويفيد الاحتجاج على الآخر. حتى احنا باللهجة العراقية نستعمل هذه الطريقة الاستفهام والنفي، مثل ما أقول واحد أنا مو صديقك، أنا مو ابن عمك، أنا مو مسوي لك فضل، حتى بالعامية نوظف هذه الصيغة. فيقول ألست ابن بنت نبيكم، هذه طريقة لهمزة الاستفهام والنفي بليس، يفيد التقرير، تقرير الحقائق والاحتجاج على الآخر. أحسنتم دكتورنا، الوقت تقريبا الآن كم بقي؟ تقريبا اكتمل الوقت، فأنتم عندكم مجال للختام. إذن الإمام الحسين هنا يبين لهم أنه ابن بنت النبي، ثم يقول لهم إذا ما صدقوني أسألوا الصحابة، ثم ينتقل بعد سؤال الصحابة يقول لهم أنا ابن فاطمة الزهراء وما في ابن بنت نبي غيري، وينتهي إلى أن ينهي الخطبة سلام الله عليه. فينهي الخطبة يقول لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الدليل ولا أفر فرار العبيد، وفي رواية قرار العبيد. ثم يختم ويقول عباد الله إني عفت بربي وربكم أن ترجمون، أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا أيضا يختم الخطبة بآيات من القرآن الكريم أيضا بقصد. وهنا ظهر لنا من خلال بعض جمل الخطبة الأولى كيف وظف الإمام الحسين الحوار الحضاري لكي يكسب هؤلاء الناس، لكنهم مع الأسف لم ينفع معهم، لأنهم ينطبق عليهم قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام الحسين وبحق ابنه الإمام السجاد وبحق هذه الأيام الأليمات أن يعجل في فرج إمامنا الحجة المنتظر ويسهل مخرجه، وأن يوفقكم ويوفقنا لخدمة الدين والعقيدة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.